أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الله بن عوف، عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، وإذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. وكيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا: يا رسول الله، وإن ذلك لكائن. فقال عليه الصلاة والسلام: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله، وإن ذلك لكائن. قال: نعم، وأشد. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: يا رسول الله، وإن ذلك لكائن. قال: نعم، وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواننا الكرام، هل تصدقون أن الحصار الذي ضُرب على العراق وعلى بعض البلاد الأخرى في الشرق الأوسط قد أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث مسلم، يعني الحديث في صحيح مسلم، قال: كنا عند جابر ابن عبد الله، فقال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. أيها الإخوة، هذا النبي الكريم سيد الأنبياء والمرسلين، وقد أوتي جوامع الكلم، وقد كشف الله له بعضاً من أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وهنيئاً لمن عرفه هذا النبي العظيم وطبق منهجه الكريم فسلم وسعد في الدنيا والآخرة. والويل لمن أعرض عن هذه الرسالة وعن هذا الكم الكبير من توجيهاته صلى الله عليه وسلم، وتبع شهوته وهواه فسقط في أسفل سافلين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت،
وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان.